ماشي حبيبتي، هعدي على حضرتك. حاضر، وهخلص وهكلمك. عناية، سلام. هو في حاجة ولا إيه؟ طنط نوال عايزة أعدي عليها ضروري. طب إن شاء الله يبقى خير، يعني أنت قلقتني بصراحة. ولا أي حاجة، إن شاء الله خير. النبي يا عم زيد، ما تبقوش تبعتوا لوحده بعد جاي استناكم. إيه اللي حصل يا جوهري؟ مش عايز يطلب حاجة غير لما تتلموا، قال يعني اللمة دي هي اللي بتفتح نفسه، وهي كوباية شاي يتيمة في الآخر. بطل تنمره بقى وخليك في حالك. يعني هو بيدفع. مستفز. هو في حد مستنينا ولا إيه؟ حسن. ليه كده يا زياد؟ ما أنت عارف إن أنا مش عايز أقعد معاه. ممكن تهدي بقى؟ 5 دقايق لو كلام مش عاجبك امشي. لا 5 دقايق ولا 10 دقايق، انا مش عايزه اقعد معاه، وانت عارف حاجه زي كده كويس قوي. عشان خاطري لو سمحتي، والله العظيم كان عايز يقعد معاكي قدام الكل ويعتذر لي، وبقى له فتره متردد. معلش جرب، مش تخسري حاجه. يلا يلا اجبري لاخوكي بقى من غير ما تبقي قفشه. خلي قلبك ابيض. انا ما بحبش الحركات دي. معلش. حسن تعالى. بص جاي ومكسور ازاي. وخلاص بقى، احنا اخوات، في ايه؟ هو الاخوات هيعملوا كده برضو؟ معلش. ايه الاخبار، عاملين ايه؟ الحمد لله، انت اللي عامل ايه؟ تمام. يلا اقعدوا انتوا الاثنين، يلا اقعدي. اقعد. شايفه والنبي مؤدب وحلو ازاي؟ ازيك يا اسماء؟ اهلا. هو انا اتكلم قدامك عادي؟ هو انت ناوي تقول اسرار ولا ايه؟ على فكره مش قصده. بعدين حسن كان عايز يعتذر لك قدام الناس كلها. اه والله، يعني المفروض ان عمرو وياسمين كانوا جايين، بس تعرف ان هم قافشين على بعض، وندى كانت جايه لاخر وقت بس انشغلت وما جاتش يعني. فما فضلش غيري بس. بس يعني انا ممكن اعتذر لك تاني لما نتجمع يعني. المهم ان انت تقبلي اعتذاري. حسن انا مش عايزاك تعتذر لي، انا عايزاك تسيبني في حالي. ممكن؟ ست والله خلاص، انا عرفت اللي انا مفكر فيه ده كله كان هبل يعني. والله؟ اه يا ستي والله. بصي يا اسماء، احنا طول عمرنا اصحاب، خلينا نفضل اصحاب زي ما احنا. وانا وحياه عيالي مش هزعلك تاني خالص والله، ولا هضايقك. هو الصحاب بيعملوا كده في بعض يا حسن؟ ستي انا عارف والله العظيم ان هو كان هبل. خلاص يعني بصي، انا الدنيا اتدربكت فوق دماغي وخسرت كل حاجه، فاكيد يعني مش عايز اخسر صحابي كمان. خلاص بقى، عمال اعتذر لك اهو. معلش، عيل وغلط يا ستي. خلاص فوتيها يعني، وانت مش عارفاني. إن شاء الله. صافي يا لبن. خلاص يا زياد، ما قلت لك إن شاء الله. طيب خلاص إن شاء الله يا عم، خلاص عشان ما تنفش علينا. خلاص ماشي. إيه رأيكم بقى بالمناسبة ديت أخدكم أعزمكم أنتوا الاتنين على العشاء؟ لا أنا لازم أمشي، عندي مشوار مهم. بس أنا عايز أطمن قبل ما أمشي إن أنت تمام من ناحيتي. خلاص بقى أصحاب زي زمان حياتي. إن شاء الله يا حسن. خلاص يا عم، خلاص هتقفش علينا. خلاص. ولا تقعد أنت وتحاسب؟ لا لا خلاص، أنا لازم أمشي. ماشي، بعد اذنكم. خلي بالك من نفسك. تزعليش ها؟ والله غلبان. المسامح كريم بقى. تمام. ممكن ما تضايقيش نفسك؟ اشربي ايه؟ اشربي ايه؟ خلصي. انت مش قلت في عشاء؟ اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.